كما نقلنا إلى حضراتكم منذ ساعات قليلة مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لضيف مصر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي يحل ضيفا عليها في زيارة رسمية يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء. الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا أجرى فور وصوله مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المنتظر أن يخرج الرئيسان الآن لمشاهدة التوقيع على عدد من الاتفاقية. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضيفه فخامة الرئيس يوري موسيفيني. السيدات والسادة، أهمية استراتيجية لعلاقات تاريخية وثيقة وممتدة بين مصر وأوغندا، وعدد من القواسم المشتركة تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. فمصر وأوغندا دولتان ناميتان لا تتشاركان فحسب في شريان حياة واحد هو نهر النيل، بل تتشاركان أيضا في نفس التطلعات التنموية والاقتصادية وفي فرص واعدة في قطاعات مختلفة تستشرف كل منها آفاقا جديدة للتعاون بشأنها. ومن هذا المنطلق نشهد الآن التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات. This is a realization of the strategic importance of the historical and long-established relations between Egypt. العلاقات الوثيقة بين أوغندا ومصر، فكلتاهما تشاركان في مصالح مشتركة لصالح الشعبين، فهما دولتان ناميتان تربطهما نفس روابط واحدة، ولكنهما وتتشاركان أيضا في الطموحات نفسها وفي الطموحات الاقتصادية. فكلاهما يواجهان أفاق للتعاون المشترك، واليوم نشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدولتين. البيان الختامي بشأن الزيارة الرئاسية ومحضر الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الأوغندية يوقعها عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعن الجانب الأوغندي السيد سام كوتيسا وزير الخارجية. فليتفضل. The final communique of the Ugandan presidential visit to Cairo and the minutes of the second round of the Egyptian-Ugandan Joint Commission to be signed by the Minister of Foreign Affairs of the Arab Republic of Egypt, Mr. Samah Shukri, and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uganda, Sam Kutesa. اتفاقية ثنائية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة والتنمية المعدنية بجمهورية أوغندا بشأن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية قدرة 4 ميجاوات في أوغندا. يوقعها عن الجانب المصري السيد الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الأوغندي السيدة أيرين مولوني وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية. فليتفضل.
Bilateral agreement between the Ministry of Electricity and Renewable Energy of the Arab Republic of Egypt and the Ministry of Energy and Mineral Development of the Arab Republic of Uganda for cooperation in the field of establishment of a 4-megawatt photovoltaic power plant to be signed by Minister Mohammed Shaker, Minister of Electricity and Renewable Energy of the Arab Republic of Egypt, and Her Excellency, Minister of Energy and Mineral Development of the Republic of Uganda, Ms. Irene Mulunai. عقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة والتنمية المعدنية بجمهورية أوغندا بشأن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفولتية قدرة 4 ميجاوات بمنطقة بوسيا بجمهورية أوغندا. يوقعها عن الجانب المصري السيد الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الأوغندي السيدة آيرين مولو وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية. Executive contract between the Ministry of Electricity and Renewable Energy of the Arab Republic of Egypt and the Ministry of Energy and Mineral Development of the Arab Republic of the Republic of Uganda for the establishment of a 4-megawatt power plant in Busia District, Republic of Uganda, to be signed by His Excellency Minister of Electricity and Renewable Energy of the Arab Republic of Egypt, Dr. Mohammed Shaker Al-Marqabi, and Her Excellency Minister of Energy and Mineral Development of the Republic of Uganda, Ms. Irene Mulunai.
مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية وهيئة الاستثمار الأوغندية، يوقعها عن الجانب المصري السيد الدكتور طارق قبيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب الأوغندي السيد سام كوتيسا وزير الخارجية. فليتفضل. Memorandum of Understanding for Cooperation in the Field of Establishing and Managing Industrial Parks between the Egyptian Industrial Development Authority and Uganda Investment Authority to be signed by His Excellency Minister of Trade and Industry of the Arab Republic of Egypt, Dr. Tariq Kabil, and His Excellency Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uganda, Mr. Sam Kutesa. مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا في مختلف المجالات الزراعية، يوقعها عن الجانب المصري السيد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعن الجانب الأوغندي السيد فيسنت سامبيجا وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والمصايد. فليتفضل. A memorandum of understanding between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Uganda in different fields of agriculture to be signed by His Excellency Minister of Agriculture and Land Reclamation of the Arab Republic of Egypt, Dr. Abdelmenem El-Benna, and His Excellency Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries of the Republic of Uganda, Mr. Vincent Simpija. تنتهي الآن مراسم التوقيع على الاتفاقيات. دقائق وتفضل الرئيسان لعقد مؤتمر صحفي. We conclude the signing ceremonies of the agreements and MOUs in minutes. His Excellencies, the Presidents, will come back for this.